الصباح ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة. مستمعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم. وضيفنا اليوم السيد عمار جلاتي رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في اول لقاء حصري للإذاعة الوطنية وللقناة الاولى تحديدا. الحديث سينصب حول جديد ملف الـLPP ومحاور اخرى. سيد عمار جلاتي صباح الخير. صباح الخير سيد عمار جلاتي. ربما البداية ستكون بوقفة عند صيغة الـLPP كسكن، يعني حتى لا يكون هناك لغط مع الصيغ الأخرى المدرجة، يعني وقفتنا ستكون معك الآن حول هذا الموضوع، تفضل. أولا سكن الترقية العمومية هي صيغة جديدة لا تعوض أي صيغة، ولكن تكمل الصيغة الموجودة كصيغة عدل ولا صيغة السكن التساهمي. شروط الحصول على السكن الترقوي العمومي: أولا لازم الدخل الشهري يكون أكثر من 108,000 دينار وأقل من 216,000 دينار. كذلك لازم الشرط الثاني ما يكونش المكتتب عنده سكن أو قطعة أرض صالحة للسكن، وما يكون استفاد من مساعدة مالية من طرف الدولة لاقتناء أو لشراء سكن. هذا من الشروط للحصول على هذا السكن. طيب سيد عمار جلاتي، فضل يعني قبل أن نخوض في غمار جديد ملف سكنات الـLPP أن يخوض في غمار تعريف بهذه الصيغة من السكنات. دعونا نبدأ بالجديد الآن سيد عمار جلاتي، يعني منذ السبت بدأ المكتتبون هكذا في استلام أوامر بدفع الشطر الأول. لو نقف بداية، ما هو عدد المكتتبين حتى الآن لهذه الصيغة، وكم الذين أودعوا ملفاتهم حتى الآن؟ الصيغة هذه لازم نعرف المواطنين عن صيغة جديدة عندها تقريبا 9 أشهر من بدايتها. ما هي التقييم منذ 9 أشهر؟ أولا بدينا بالأوعية العقارية وتحصلنا على الأوعية العقارية. ثانيا بدينا بمكاتب الدراسات والمفاوضات مع شركات الإنجاز. الآن بعد 9 أشهر وصلنا لأوامر بالدفع، وصلنا في انطلاق المشاريع. هذا الشيء يعني جميل جدا. إلى حد الآن عندنا 46,000 مكتتب، كل الملفات اللي درست وتوصلنا ابتداء من 15 فبراير بالسحب أوامر بالدفع. يوميا كاين بين 800 و1,000 أوامر بالدفع يسحبون من مكتب باب زوار يوميا. يعني هذا الشيء كاين إقبال كبير والعملية تتواصل ومتواصلة. طيب سيد جلاتي، الكل ينتظر هذه المعلومة، ربما الشطر الأول تم تخفيضه ووصل إلى 50 مليون سنتيم عوض 100 مليون سنتيم، أي ما يعادل هكذا 6% من قيمة السكن. متى سيتم دفع الشطر الثاني؟ لكن الأهم، ما هي قيمة الشطر الثاني؟ أولا الشطر الأول كان 500 ألف دينار، يساوي 6% أو من سعر السكن، وعنده المكتتب شهرين باش يدفع هذا الثمن. وبعد سنة سيكون الشطر الثاني بنفس يعني بنفس المبلغ 500,000 دينار. إذا حتى نعلم المستفيدين، 50 مليون سنتيم هكذا هي قيمة الشطر الثاني. هي قيمة الشطر الثاني، هذا شيء جديد، 500,000 دينار قيمة الشطر الثاني اللي راح يكون منا على سنة إن شاء الله، ومنا على سنة المكتتب اللي يكون عنده كل الوثائق باش كذلك ينجم يمشي للبنك ويتحصل على القرض. طيب يعني حتى نعود إلى هذه القيمة، لكن قبل ذلك ونحن تحدثنا عن استلام أوامر بدفع الشطر الأول، يعني سيد عمار جلاتي الكثير من المكتتبين يشتكون أنهم لم تصلهم لحد الآن يعني استلام أو استدعاءات لاستلام أوامر بدفع الشطر الأول. لما؟ ما السبب؟ هذا شيء لاحظناه فعلا، الأسباب عديدة، منها تكون على مستوى البريد ولا على مستوى العناوين، ولكن احنا اتصلنا بالمكتتبين وقلنا الإنسان اللي المكتتب اللي ما توصلوش الاستدعاء منا 22 فيفري يتقدم عندنا نعطوه له دوبليكاتا، يعني نسخة مطبقة للأصل، يسحبها من باب زوار.
طيب لو نعود إلى القيمة المالية، يعني ذكرتم أنه شطرة تاني 50 مليون سنتيم، هل يمكن وهذه انشغالات المكتتبين الدفع من قبل المستفيد أو يمكن الاعتماد على القرض بالنسبة للشطر التاني وإدماج الشطر التاني فيما تبقى من قيمة السكن؟ هل هناك إمكانية بأن الوزارة تحدثت عن تسهيلات عن مرونة في العملية، هل يمكن ذلك سيد جلاتي؟ أنا قم بتسهيلات للمواطن. نعم هذا الشيء نعم ممكن، بعد سنة نعطوا المواطن كل الوثائق اللازمة باش يمشي للبنك كما قلت كبيلة ويجيب القرض نتاعو، وعنده مدة شهرين، بعد سنة عنده مدة شهرين، وحاليا البنوك راهي في 15 يوم 20 يوم يعطوه القرض. طب وبالتالي هذه تسهيلة جديدة إضافية، وهذا كل الهدف تاعنا هو نسهل للمواطن بهذه الصيغه، يعني تكون عندها اقبال اكثر من عندها دوك، وراي عندها ديجا اقبال حاليا. طيب هذا الاقبال ترجمتموه قبل ان ندخل للاستوديو انه فعلا بدات العمليه ميدانيا هكذا سجلات، يعني حتى الناس الان توجهوا الى البنوك وهو ما تم اشعاره بالنسبه لمؤسستكم. نعم بعد ما سحبوا الاوامر بالدفع أكثر مكتتبين راهم مشاو ديجا البنوك باه ديجا يباي لا بريمير ترونش هذه 500 مليون دينار. طيب أكدتم في تصريحات سابقة أن التعامل مع البنك ليس من صلاحياتكم، لكن هل هناك إمكانية في دعم يتمثل في إلغاء نسب الفوائد الربوية مع البنوك، علما أنه تدخل الدولة كان موجود في كثير من المشاريع الحكومية في هذا الإطار؟ نعم نعم، وإحنا قلنا صلاحة تاعنا هي أولا بناء للسكن ونمدوا كل الوثائق للمواطن باه يمشي للبنك، ولكن البنك راح تسهل خاصة بهذه الصيغة راح تسهل، ورانا تكلمنا ديجا على النسبة المئوية راح تكون 3% بين المكتتب والبنك، بين المكتتب والبنك يكون عنده المكتتب كل الوثائق، كاين تسهيلات كبيرة خاصة من جانب البنك، وحنا رانا نتبعوا في هذا الشيء مع البنك. يمكن إلغاء نسب الفوائد؟ هذا مش ما نجمش انا نتكلم عليه، مش من صلاح كشركة يعني نعم. نعم ولكن الوزارة دخلت ديجا باه تكون النسبة المئوية تكون ضئيلة بارابور النسبة المئوية المعمول بها اللي هي 6%، هذا المكتبي راح يكون عندهم ديجا 3%، هذا ديجا تسهيلات ولا بعد تدخل دونك الوزارة تاعنا مع البنوك ومع وزارة المالية. طيب هل تم تحديد الأوعية ومواقعها أين ستكون؟ سيد عمار جلاتي أنت قلت سابقا أنه قبل الانطلاق في المشروع تم تهيئة الأرضية. نعم. وهو الجدير بالنسبة لهذه الصيغة، يعني أين تم تحديد هذه الأوعية حتى نطلع المستمعين، وهل تم تجاوز مشكلة العقار أصلا؟ حاليا المواقع بالنسبة للجزائر العاصمة عندنا عدة مواقع، عندنا ولاد فايت، عندنا سيدي عبد الله، عندنا بير خادم، عندنا عين بنيان، عندنا زيرالدا، عندنا باب زوار، عندنا دار البيضاء، عندنا برج الكيفان، عندنا الغاية، عندنا ذويبة، يعني هذه المواقع لا بأس بهم، هذا غير على مستوى الجزائر العاصمة، على مستوى الوطن عندنا أوعية عقارية في كل المدن الكبرى أو الصغرى أو في المدن الداخلية، وهذا السكن التلقوي العمومي مشينا حتى السكن التلقوي العمومي الفردي خاصة في المدن الجنوب وفي المدن الداخلية وخاصة وكذلك في بعض الأماكن في العاصمة المدن الكبرى حتكون اعتماد صيغة السكنات الفردية. صيغة السكنات الفردية يعني بينوا باللي هذا السكن التلقوي العمومي سكن يعني ذو نوعية مرتفعة وعندنا عمارات من 5 طوابق إلى 9 طوابق. حتى نعود إلى قضية الطوابق سيدة جلاتي، يعني كانت التصريحات السابقة لمسؤولين في وزارة السكن أحدثت ربما نوع من البلبلة، يعني سكنات بصيغة الـ PP ب16 طابق، وهي تصريحات رسمية، يعني لا ندري يعني ماذا صحتها من عدم ذلك. تفضل سيدة جلاتي حتى نطمئن المكتتب. فربما التصريحات كانت قاموا بها قبل ما كملت الدراسات، ولكن الان لما الدراسات كملت الواقع راه هنا، عندنا قلت لك طوابق من 5 إلى 9 طوابق وعندنا سكنات فرديه، هذا هو برنامج السكن التلقوي العمومي، هذا ناكد عليه.
طيب السكنات الفردية حتى نعود إليها، ربما هي سكنات من نوعية فاخرة هكذا تؤكدون، قيمة هذه السكنات من الناحية المالية هي نفس قيمة السكنات العادية التي قدرت ما بين 600 و800 مليون ما بين تلت اف 3 و اف 4 سيدة عمر قلتي؟ لازم نعلن على سعر هذه السكنات. نعم. أولا السكنات ذو غرف، ثلاثة غرف، مساحة 80 متر مربع 600 مليون، وغرف أربعة غرف أفكات 100 متر مربع ب 800 مليون، والغرف خمس غرف أف 5 ب 900 مليون. نعم. والسكنات الفردية صدق يكون نفس الأسعار، لأن السكن الترقوي عمومي نفس الأسعار، صيغة تتبدل ولكن نفس الأسعار. طيب تؤكدون أنه حتى السكنات الفردية بنفس الأسعار، يعني سؤال ينتظر المكتتبين الرد عليه هو انشغالهم الآن، يعني إلى أين سيتم توجيه المستفيدين، بأي صيغة وبأي معايير؟ لما موقع أولاد فايت وليس موقع رغاية وليس موقع برج الكفان؟ على أي أساس سيتم التوجيه؟ يتسألون أيضا عن الشفافية في العملية حتى نكون صراحة. السيد قلتي شكرا، احنا هذا سؤال يعني وجيز. احنا لما قلنا من على سنة نعطيه المواقع، نعطيه الطابق، نعطيه عدد الغرف، أعطينا روحنا الوقت الكافي به ما نطيحوش في الغلطات، به الأجنة المعنية بهذا الأمر تأخذ بعين اعتبار مثلا لا ريزيدونس بروفيسيونيل وين يسكن، وين يخدم، لا ريزيدونس بروب وين يسكن، الوظيفة، عدد الأولاد. هذه هي المعايير، هذه عدد الأولاد، حتى نعيدها للمستمعين. نعم. ما هي المعايير؟ المعايير زلنا ما حددناش، ولكن نقول اليوم معايير هو عدة الأولاد، وين يخدم، وين يسكن، المهنة كذلك، هذا يدخل في المعايير. كاين معايير أخرى اللي راح تحددها الأجنة، ولكن نجم نسبق ونقول هذه معايير ديجا. دونك ما هذه معايير شفافية كبيرة، لأن أجنة اللي راح تخدم وعطيتها سنة كاملة باش نخذوا باش نوصلوا للنتائج، عطيتها سنة كاملة. طيب باش ما يكونش غلطات، باش تكون شفافية في الاختيار تاع المواقع، طوابق وعدد الغرف. هناك من يتساءل لما لم يتم توجيه المستفيدين بعد دفع الشطر الأول، لما هذه السنة؟ مبرركم الآن هو أنه حتى يتم تحديد الأمور، حتى لا نوقع في غلط، لكن المكتتبين يؤكدون أنه مدة السنة يتساءلون، وأنتم تؤكدون أنه فيه شفافية، يتخوفون من التلاعبات في التوجيه، حتى نطمئن مرة أخرى المكتتبين. السيد قلاتي، هناك من يقول لما لا يتم ذلك، يعني بالتزامن مع دفع الشطر الأول المستفيد يعرف المكان الذي وجه إليه والموقع. أولا كانوا بعض المواطنين متخوفين من قال لك هذا، فربما صيغة جديدة تكون عندها صعوبات. الحمد لله اليوم انطلقنا في المشاريع، وانطلقنا في الإنجاز، وانطلقنا في الأوامر بالدفع. ننظر، لا داعي للخوف والتخوف في هذا الشأن، لأن أعطينا الوقت اللازم، قلنا ما لازمش نسرعوا، عطينا الوقت اللازم ما نغلطوش به المواطن، الشيء اللي خايف منه ما يصيرش، لان بكون نتسرعوا فربما راح نغلطوا. الان عطينا روحنا سنه، لان دابور مده الانجاز هي سنتين حتى 30 اشهر، دونك عندنا الوقت باش الاجنه هذه المعنيه برام تاخذ بعين الاعتبار كل شيء اللي كنت نقول عليه. نعم. وتكون شفافيه كبيره، والمواطن ان شاء الله نكونوا لبوا الطلبات تاع اغلبيه مواطنين. ما هي هذه اللجنه؟ لو ان بي؟ سي لو ان بي. نعم. وليست لو ان بي مؤسسه تجاريه؟ سيد عمر قلاتي، من صلاحياتها القيام بعمليه التوجيه. نحن نعلم حتى في العرف القانوني المؤسسه التجاريه يعني وظيفتها انه خذ وطالب، يعني من ياخذ يمنحك المال تسلمه الشقه جاهزه. هل من صلاحيتها تحديد والتوجيه والقيام بدراسه الملفات؟ هي مؤسسه تجاريه سيد قلاتي. لا، هي مؤسسه تجاريه، ولكن ما تنساوش هذه الصيغة الجديدة، كل هذه الملفات ودراسة الملفات قامت بها المؤسسة، عندها أركان هذه المؤسسة، عندها إطارات، وعززنا عززنا كل فيما يخص الإطارات، إمكانيات البشرية، والحمد لله هذه مؤسسة اللي قادرة تدرس في ظرف 6 أشهر 46 ألف يعني ملف تاع المكتتبين،
قادرة وعندها إطارات اللي عندهم كفاءة كبيرة به تدرس هذه النوعية من المواقع وعدد الغرف والطوابق. هذا شيء سهل، لازم نحدوا الكريتات دخل كل يجيب سهولة. طيب، ونحن نتحدث عن هذه المشاريع سيد جلاتي، مشروع أولاد فايت هو أول مشروع تم إطلاقه ب 1064 على ما أعتقد وحدة سكنية، عرف فسخ العقد مع شركة الإنجاز البرتغالية، إلى أين وصلت نسبة إنجازه حاليا خصوصا أنه سلم لشركة إنجاز أخرى؟ نعم، هذا احنا كان شركة مختلطة برتغالية جزائرية، وكان احنا رانا نتبعوا ومكتب الدراسه تاعنا راهي تبع والشركه تبع، لما شفنا بهذه الشركه ماشي جاهزه باش تنجز هذا المشروع احنا فسخنا العقد في الوقت المحدد وحطينا شركه جزائريه، وحاليا الحمد لله الاشغال راهي تمشي ورانا تقريبا في 10%، عندنا شهرين من عطينا الشركه الجزائريه ورانا ديجا عندنا دو بلوك راهم ليرا دي مكولين ورانا نخدموا الفراي البيطون كل شيء راه يمشي والحمد لله. هذا المشروع نجمو نقولوا منعنا نجحنا فيه. عدا مشروع ولاد فايت، ما هي المشاريع الاخرى التي بدات في الانجاز ونسب الانجاز التي وصلت اليها؟ ما عدا ولاد فايت عندنا مشروع مع شركه برتقاليه تاع 1067 سكن في سيدي عبد الله. عندنا مشروع مع شركه صينيه 1200 سكن في سيدي عبد الله. انطلقت؟ انطلقت. عندنا مشروع في تيبازا 500 سكن وانطلقت الاشغال مع شركه صينيه. عندنا كذلك في بوسماعين مشروع تاع 632 سكن، وفي القليعه تاع 530 سكن انطلقت المشاريع مع شركه برتغاليه. عندنا في تلمسان مع شركه مختلطه 500 سكن ايطاليه جزائريه. عندنا 400 سكن في وهران مع شركه ايطاليه جزائريه انطلقت الاشغال منذ شهرين. عندنا مشاريع وطنيه في عنابه 300 سكن، شركه الاشغال لعنابه انطلقت منذ شهرين. عندنا في باتنا 400 سكن، عندنا في قسنطينة مع شركة وطنية جزائرية، عندنا مخواص في مدينة بوليدة، عندنا مع شركة وطنية لوبيا في بوليدة، يعني تقريبا انطلقت الأشغال في 23 ولاية. وسيتم احترام الإنجاز أو يعني المدة التي حددت للإنجاز. عندنا هدف. نعم. واضح. عندنا أول مدة الإنجاز ونوعية السكن. هذا رانا حارصين عليه اليوم، مدة الإنجاز ونوعية السكن رانا حارصين عليه كل الحرص. طيب، هذا الحرص هو حرص من نوع آخر أيضا لصيغة سكن بالاف 3 والاف 4، يعني ثلاث غرف وأربع غرف، هل حددتم وخمس غرف أيضا، يعني هل حددتم النسب يعني في كل المشاريع، يعني كم اف 3 وكم اف 4 والخمس غرف؟ ثم هناك من يتساءل حتى تجيبني على السؤالين، العائلة التي بها ربما زوج وزوجة وطفل واحد، ربما أنتم تعلمون جيدا أن العائلة الجزائرية حتى ديموغرافيا تكبر، هو سيستفيد من اف 3 يعني ثلث غرف، يعني لا عدا ذلك، يعني لما لا يستفيد من غرفة أو شقة بثلاث غرف أو أربعة، يعني وفقا لمعايير ديموغرافية؟ ستجيبنا على سؤالين سيد جلاتي. ولن نذكر باللي برنامج السكن الترقاوي عدد البرنامج على مستوى الوطن هو 151800 سكن. نعم. سيكون أكثر إذا الطلب كان أكثر، وسيكون أقل إذا الطلب كان سكن. وفي البرنامج هذا عندنا ولا حددنا احنا ودرسنا هذه القضية من ناحية هذه اللي كنتوا تكلموا عليها، 25% من برنامج هو اف 3 ودرنا 50% اف 4، لان خلينا بعين الاعتبار الاسرة الجزائرية وكذا، وعندنا 25% من نوع اف 5، دونك خلينا هذا الشيء بعين الاعتبار وحددنا 50% من نوع اف 4، وبالتالي يعني نص البرنامج راه نظن نص البرنامج متوجه للخصوصية العائلة الجزائرية وهو اف 4. نعم، تحدثنا عن التوجيه، ولو ان الاف 3 تاع الترقاوي راه 80 متر مربع يساوي اف 4 تاع بعض الصيغ، يعني من ناحية المساحة قد تعوض الاف 4 بصيغ اخرى. طيب، حتى نعود الى التوجيه، هل هناك امكانية في الطعون؟ احنا كان القبول تاع 46000 مكتتب، كان قبول تقريبا تاع 38000 ملف. نعم. وعندنا 8000 ملف رفضوا، وعطينا الحق للمواطن
ان يطعن. كاين طعن لمده شهر، وهذا الطعن نبدا الدراسه نتاعو تقريبا من في شهر ماي ان شاء الله نبدا بدراسه الطعن هذا. طيب يعني حينما انطلق المشروع كانت الأولوية لمن أودع ملفه أولا، يعني الأولوية في من يودع الملف، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، هل سيتم احترام هذه الأولوية؟ لا ماشي هذه أولوية من اللي يدفع الأول، احنا من الأولوية في دراسة الملف، ما عندناش اللي يدفع الأول هو اللي يدي، لأنه هو ما تنقلت وسائل الإعلام حتى نزيل الغموض. تفضل. لا لا لا، اللي موش اللي يدفع الأول هو اللي يدي الأول، احنا لما يدفعوا المكتتبين ونكملوا العملية، ورغم أن العملية متواصلة الملفات سيدرسون والأوليات في كل شفافية، يعني هو في دراسة الملف مش قضية وقتاش تدفع، ما كان حتى أولوية. طيب يعني سؤال آخر يؤكده المكتتبين سيد عمار جلاتي، المواقع يعني يتخوفون من إدماج العدل أمام البي بي، أمام السكنات الاجتماعية في موقع ربما تدمج فيه هذه الصيغ السكنية، تطمئنون المواطن أنه يعني لا داعي للتفكير بهذه الطريقة، أو هذه أحياء منفصلة عن بعضها؟ أغلبية برنامج سكن طرق العمومي هو في مواقع وحده، وهي كما نقولوا احياء مدمجه، يعني دي سيتي انتيغري وفيها كل المرافق. هذا هو الشيء الجديد على كل في الصيغه هذه الجديده، لانه كما قلت كبيره راه ساكن طرقاوي، دونك سيتي سيتي انتيغري فيها كل المرافق، وان شاء الله طلبات المواطنين في هذا من حيث النوعيه سيكون يعني مقبول ان شاء الله. ماذا عن الاوستاندينغ سيد جلتس؟ أستنديك هو من ناحية كما نقول لو ستيل أرشيتكتورال، لي ماتيريو كون فا يوتيليزي أو نيفو سو لوجمون سي دي ماتيريو نوبل، يعني يكون يعني من نوع الرفيع إن شاء الله في هذا السكن تلقاوي إن شاء الله. ربما سوف نختم بسؤال حول الضمانات التسليم، هكذا يؤكده المكتتبون أكيد بدفع الشطر الأول حتى نطمئن المكتتبين أنه سيتم تسليم وثائق المطلوبة للذهاب إلى البنوك، وبالتالي استمرار العملية التي تشهد كما قلتم قبل قليل يعني مسار متسارع. تفضل السكرتير. انا قلت كبيره باللي العمليه في ظرف 9 أشهر يعني عرفت اقبال كبير، يعني وصلنا من حتى الامر بالدفع وكذلك في انطلاق المشاريع. انا نقول يعني نهني هاد المكتتبين يعني، ولازم يكونوا متفائلين، احنا رانا متفائلين في هذه العمليه لان كاين اقبال كبير، راح نعطوهم كل الوثائق، والشيء كما قلت قبيله الحلم اصبح حقيقه، كل الوثائق في المدة المحددة لتسمح لها المكتتب لتوفر فيه شروط باش يمشي للبنك ويدي يعني القروض اللازمة تاعو. إذا السيد عمار جلاتي رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شكرا جزيلا لك في هذا الحوار الحصري للإذاعة الوطنية وللقناة الأولى تحديدا، شكرا جزيلا لك سي جلاتي. شكرا، بارك الله. شكرا.